انا عارفه انا عارفه يا جماعه، بس حاسه حاليا نهيته من الفيديو وشفتوا لي بنفس اللوك ده. بس انا زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، انا حاسه حاليا طالعه ماشي، عندي شويه زيارات عايزه ازورها انا ومهند ومعانا يقونه، وبعد ذاك حنمشي نجيب شويه حاجات لبكره، بكره الضبيحه بتاعتنا في البيت، فماشي نجيب شويه حاجات. فحاسه حاليا ذكرت الناس شبشبي عشان احس حاليا لابسه كعب عالي كده لطيف، فلازم البس اي حاجه مريحه عشان بعدين لما نمشي السوبر ماركت. اي نعم شكلي حيكون غريب شديد وانا لابسه الحاجات العجيبه دي والملونه دي. هل هو انت مدقمه مع ماما؟ اديكي شوز، يلا راح البسك الشوز، يلا راح، يلا هاك هاك راح، يلا نلبس الشوز عشان نمشي. يلا هسه حاليا طالعين عشان مهند منتظر تحت. يلا باي. مالك؟ يعني ما شغاله. انك ما شغاله كيف يعني؟ شغاله. كيف يعني ما شغاله؟ احساسك شنو؟ احنا بكره اول مره حنطبخ في بيتنا، لايك او دي اوفيشلي اول ضحيه يعني احنا نطبخ في بيتنا ونعزم الناس وكذا، يعني حسب انه زي اول مره نعرس، ما عارفه ليه. دي اول مره نعمل ضحيه في بيتنا. السنه اللي فاتت ما كانت هنا، نسيت؟ الخروف جبته هناك في بيت ناس بابا. لا والله كانت هنا يا مهند، كذا قول بسم الله. يا زول والله كانت هنا يا مهند، والله العظيم كانت في بيتنا. انت تقول بسم الله كانت في بيتنا. ادب اذكرك. اها طيب ذكرني. تذكري لما جاء؟ معقوله انا زهايمر الدرجه دي؟ اها لما جاء تمام. اديك منو جانا كمان ضيف؟ طيب اها تمام. عم عبد اللطيف، علي عبد اللطيف. اه لكن ده كانت هنا ولا ده كانت؟ كانت في الله، ده كانت عيد الضحيه، كانت عندنا في البيت. ما اتذكر الحاجه دي. الضحية الثانية؟ يس طلعت انا زهايمر خالص، يقين نام الشديد. ايوه البطانية، انا عايزة اصلا البطانية قاعدة ورا يا ناس. اذا طلعت الضحية الثانية مو الضحية الأولى؟ الضحية الأولى كيف؟ انا اخذت في بالي الضحية الأولى. الضحية الأولى كيف يعني الضحية الثانية؟ حلف ما قادر اتذكرها. طيب بالعكس، الضحية الثانية امي كانت قاعدة، امي قاعدة تمام، عمك عبد اللطيف كان جاء، جاء خالك الشيخ. صح، بس حاليا بتذكر في الحاجات دي صح؟ طيب عارف ليه ما متذكرها؟ يمكن عشان ما صورتها. انا حرفيا بس بصور وبتذكر، بصور وبتذكره. المهم يعني لكن يعني حسب انه ما عارفه الضحيه دي اسمها مختلفة، اي مختلفة شوية يعني ما عارفه. احتمال يمكن ما اعرف. المهم غايت ابوك احس بعدين احنا. طيب ثاني سؤال، كم ضحيه لينا الحين؟ لا ما تقبل، بس ما في داعي، ما في داعي، ما نحاسب عرسين 6 سنوات، فبالتالي 6 ضحيات صح؟ لانه انت اول ضحيه، احنا كنا عاقدين لكن ما كنا متزوجين. صح. اول ضحيه دي كان جبتها لي في بيت ناس امي. صح. هي يلا دي 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 متذكرها؟ دي متذكرها يعني ما ندمت للدرجه دي. لا انا متذكرها لانه دي رسمتك. رسلتها لي في البيت دي. هذه رسلناها لك في البيت. هذه رسلتها لي في البيت. فجت ابوك كان عايش الله يرحمه. الله يرحمه. والضحية الثانية ابوي كان عايش، والضحية الثالثة ابوي كان عايش. اي. الضحية الثانية ما قادرة اتذكرها. الضحية الثالثة لا. الثانية كانت في بيت. في بيتنا الكبير. اي في بيتنا الكبير، ودي كان صورتها فلوج بتذكر. حتى ابوك ظاهر. دي الثانية. دي الثانية يا مهند. دي الثالثة. كيف دي الثالثة؟ لا هذه آه الثانية صح. بسم الله مهند. الثالثة أنا ما حضرتها معاكم. لا الثالثة أبوك كان يتوفى لأن أنا كنت حامل يا مهند، وكنت ولدت وأبوك كان يتوفى. أنا ما ول... أنا ما أنا لا لا كان أبوي الضحية عايش. نو مهند، أنا ولدت رمضان. الضحية كان قبل رمضان، الثالثة كان قبل رمضان. ما كانت في واحدة في العقد. أها. واثنين نحن متزوجين. لا لا انت هنا ملخبط. يلا انت اللي ملخبطة. مهند في السودان نحن حضرنا كم ضحية؟ ثلاثة ضحيات؟ مهند كده ركز، نحن هنا في البلد دي هسي لينا دي الضحية رقم 2، وهناك في السودان 3؟ ثانية ايوه 3 خلاص. انا كده اتذكر ثانية الثالثة ابوي رحمة الله عليه متوفي. ايوه انتوا ضحيتوا مع امي. مع ناس اي ضحيتوا مع امي من غير ما كنت ما انا كنت ما في. ما قلت لك يلا الثالثة ابوك ما كان في. اي صح انا كنت اي لانه انا بتذكر ليه؟ بتذكر لانه انا كان ولدت يقين
وبكري ما بابا توفى في نفس اليوم اللي تولدت فيه يقين. يلا انا يقين ولدت على رمضان فمستحيل الا الضحيه الثالثه يقين يعني بابا يكون حضر فهمت. فبس الضحيه الثالثه انت كنت وراك. انا كنت قاعد برا. يعني انت كنت قاعد هنا وراك. مش انت عملت شو الضحيه دي؟ انا ما قادره اتذكر. مش انت ابوي ولا عملت شو الضحيه دي؟ كان انا وابوك قاعد زابل الاثنين مصيعينكم. كنا عزام. كان هندوي اللي مسكت لكم الشغلة. الهندوي مسكت الشغلة في النهاية. ونحن مشينا عملناه في مطعم. ما عارف كنا سمك سكر. هذا كان بايظ كان. لا لا كنا لا لا عملنا ضحية لكن لحمة ساي. شكلها عملتوا الضحية كانت في السودان يعني. أي مضحي في السودان. وانا مضحي في السودان. مضحي في السودان. أي فمشيتوا شكلكم وعملت لكم بس لحمة كذا يفتر في السوبر ماركت. ما عارف يذكر مشينا اللي مبارك ولا ما عارف مشينا تلمينا على حتة. بتكون مشيت العم مبارك. أي يعني. ما عارف مشينا وين المهم. إن شاء الله ربنا يديم علينا أعياد كثيرة إن شاء الله يا رب. متلمين حلوين ومبسوطين. إن شاء الله دائما مجموعين على خير يا رب. المهم احنا بعد نخلص من هنا حنمشي عشان نخلص من الزيارات. حنمشي نروح الضحية بكره. جاهزة جاهزة. حسيت انه صراحة يكون غريب شديد في السوبر ماركت وانا لابسة مزركش 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 مزركش. المهم فبكره نشوف الوضع حيكون عامل كيف. دكتور الاولاد ولا شنو؟ زعلتنا سمي عشان اشيل منهم شويه عده. خلصنا خلاص من المشاوير والحاجات دي. لا والله باقي لنا بس مشوار واحد هسي بس عشان سمي قريب من المشوار اللي احنا كنا فيه. فجيت اشيل منهم باقي العده عشان بكره الضبيحه بتاعتنا اللي طلعت من الاولى طلعت الثانيه. هلو كيفكم؟ شلت الحاجات من بيت ناس ماما وحسي حاليا ماشيين السوبر ماركت. نخلص من هذا السوبر ماركت ونذهب الى المنزل عشان بكره ورانا ضحيه. انا متوتره يا جماعه. المهم هيا بنا. استنى عايز السوبر ماركت. والان ذاهبون الى المنزل عشان انا اجهز ارتب الاشياء وكذا يعني. شيت أحد وقت قاعدة أعمل في تحلية لبكرة لما بعد حسب إنه بعد اللحمة وكده ما في زول حياكلها لكن أحسن من إنه يكون ما في شيء. أي بتاعي حارة بروح أحطها كده وأشيلها بيدي. هعمل بسكويت جزء بالكريم كراميل وجزء غير كريم كراميل لأنه مهند ما بيحب الكريم كراميل. هعمل لي واحدة بس بالكريم شرطة ما فيها كريم كراميل. هعمل الشرطة برضو هزبطها. زبطت قبل شوية الشربات. ماما اوريدي جهزته ليا وانا بس هقوم قمت صفيته سريع. بكرة بس هكبه. اكتر حاجة يا جماعة مبسوطة منها ولله الحمد وانه انا مطبخي واسع. فاي زول بكرة هيجي داخل هيكون يعني قادر يقعد معي في المطبخ بأريحية يعني. بس هسي بفكر انه انا اجيب سفرة. طبعا ما هسي لانه خلاص يعني. لكن اللي قدام يعني مطبخي بيتحمل يعني فكرة انه يكون فيه سفرة وكلام زي ده. فالحاجة دي بكرة مريحة شديد. يا عارفين اكتر حاجة فاقدها في الموضوع ده هي الصواني بتاعتنا يا جماعة. تذكروا الصواني كنا بنخد فيها الفطور والغداء وكده بيقدموا بقى في المناسبات. كان المدور شكلها حديد ولا بقول عليها ألمونيوم ولا بقول عليها شنو. فاقدها شديد لانه بحس انها كانت هتساعدني شديد يعني. بس مشيت اشتريت زي كور كبيرة كده جاهزة هوريكم ليها. ممكن قلت ناخد فيها اللحمة على بال ما تطعم وكده. وحصور لكم بكرة طريقة عمل الشيا في البيت بالفويل استخدام الفويل وشواية مقدقدة عادية بسيطة كده وحركة حلوة يعني ما بتحتاجوا فيها لا فحمة ولا زيت ولا غيره يعني.
حركة حلوة جديد، وماما من زمان بتعمل لنا بيها شيء، وحرفيا بتطلع رهيبة يعني، تطلع لذيذة 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 ما فيها أي كلام، تطلع هشة وحلوة. فأشارككم بكرة الطريق بالتفاصيل. الآن أنا هكمل الشغل ونزلت لكم في انستغرام الصور، بكرة هنزل لكم فيديو يوتيوب. تخيلوا بعد ده، بعد التعب ده كله، حقوم نزل الساعة 12، فبروح مش هأضبط فيديو يوتيوب عشان بكرة أنزل لكم في اليوتيوب عشان ما أأخر عليكم. فأنا بكرة احتمال عادي أصحى الساعة 100 بالليل، لكن شايفة بكرة قالوا أصلا خروف هيجي متأخر، يعني مهند قال هيطلع، قالوا له تعال 10، فعشرة أتوقع إنه هيستلموا 10:30-11 على بال ما يجينا، هتكون مثلا 11:30-12 حتى بعدك حنبدأ شغل. بس صباحية ما في حاجة يعني، بس يا هو حنعمل احتمال شاي بلبن بس كويس كلام بعيدة، أو سندوتشات مثلا فول، عندي فول ممكن أعمل فول حتى ولا أعمل عصيدة وكلام كتير كده، فول وأوريدي فيه شوية عيش خلاص شوف إنه ينف معاه، جبنة تاني في شنو، في طماطم خلاص نعمل طماطم بالجبنة وفول، نصطف تربية صباحية عشان بعدك لما اللحمة تغلي الناس تكون جاهزة. عارفين أكتر حاجة حلوة في العيد ده شنو؟ أنا متأكدة إنه في ناس كتيرين هسه حيكونوا حاسين إنه العيد ما زي في السودان، يا جماعة ركزوا في الحاجات الحلوة. يعني أديكم مثلا واحدة من الحاجات الحلوة اللي قد تكون بالنسبة للناس ما حلوة، لكن بالنسبة لي مثلا حلوة، إنه مثلا هنا عشان الزحمة في المسلخ وكده ما بيدوكي الكمونية، ما بيدوكي المرارة، ما بيدوكي أي حاجة، لا I think بيدوكي الكبدة والكلاوي، بيدوكي الفشفاش، لكن ما بيدوكي كبدة الحياة، طلبتهم كلها ما بيهبشوها يعني. فصراحة الحياة مريحة بالنسبة لي أنا كنهضة، وبالنسبة لبنات كتار أنا بعرفهم ما بيعرفوا يشتغلوا المرارة ولا بيعرفوا يشتغلوا الكمونية ولا ينظفوها ولا غيرها، وأنا أصلا الكمونية مستحيل أقدر أنظفها معي يدين فيها أكزيمني، بس تخيل المنظر إن أنا أقوم أنظف الكمونية بيديني بعد يومين أسبح بها في المستشفى، يعني بتخيل المنظر يعني. غير كده في ناس اصلا ما بتعرف وما بتقدر اصلا يعني ما بتستحمل فكره انها تبغى تنظف الكمونيه دي، فاي ثينك انه عدد تنظيف الكمونيه واكلها دي احتمال بقى شويه تدثر، ما عارفه هتكون حاجه كده يونيك شديد يعني، ثاني الا تمشي اي ثينك تاكلها في المطعم براك يعني، لكن في البيوت ما اعتقد ثاني في نسوان. انا حاسه انه جيل ناس امي لاخر جيل حيعمل كمونيه يعني، ما حاسه بانه انا ولا بناتي بعدين حنعمل كمونيه وحاجه زي ما عارفه تراكم شنو، ولا تحسوا لانه الكمونيه دي وتنظيفها والحاجات دي مهمه، لا وحتفضل عادات وتقاليد الى الابد. I don't know but we will see. اوكي خلاص انا اكمل شغل وارجع لكم بعد ما اخلص. هاي ازيكم؟ نصحيت لي نص ساعه وساعه ماما دقيقه، فمهند هسه قبل شويه طلع مش عشان يجيب الخروف، فنحن حنقوم عشان نجهز واسرح لك شعراتك الحلوات عشان تيتا. لا ما ماشي لتيتا، تيتا جاي انا، تيتا جاي انا، تيتا جاي انا، تيتا الحجينه هنا، اي حجينه هنا في البيت، ومعها خالته ومعها جده ومعها خاله، كلهم حيجون هنا الليلة. فهسه حاليا قايمين نتجهز ونتظبط وكذا. هاي الله يحفظك يا ماما. المهم هسه حاليا حنقوم عشان نجهز. نام يا ماما. فشنا ظهرك شو الخشمي كنت بس لما نتساءل بينك في الخشمنا. يلا تعالي قريب، تعالي قريب، يلا بالراحة يا برا. نعم ولي اي دقيقة. اها يا بابوتي، ايوه هي بالراحة. دقيقة طيب دقيقة عشان اضغط لك عشان انت خليتيها فوق، دقيقة يا نونو. يلا ها هو غايته، نحن حاولنا اها لا كده هتشيلي من تحت يا توتا، دقيقة يا يقين دقيقة طيب. الله يا اخي شكلها بتجازف يعني صح؟ حلو اللحمة وصلت، وحس حاليا حنبدأ نشتغل، فطرنا عملنا اكل عصيدة ومعاها شعيرية
وبس انا جهزت التحلية. I think that's it. خلاص بعد ده تاني ما اظن حتشوفوني لاخر اليوم لانه هو مشغولة شديد. بس يعني بس انا اكثر حاجه زعلانه عليه انه مشت قبلي ما البتاع ده تتنظف، لكن المهم بعدين بننظف الحمد لله. الشيء خلصت بس حاليا حان الدور الشيط الصايح بعد لها النويه الرهيبه ودي الامور جايه. انا ليه حاسب انه ناس مني شو كسره؟ انا ذاتي جايه احساس زي نمشي اتاكد من الموضوع ده لانه كذا والله لا تشربوا والله لا تقولي لا تشربوا يلا بيت اديكم نبذه عن شكل الهول بعد ما شفت كلهم طلعوا العاب يقين هنا وقربوا يلعبوا كلهم. مش اي واحد فيهم قاعد يلعب. شايفين شايفين ما شاء الله الله يحفظه ان شاء الله دايما من الناس بالخير. تعالي ما في بيبي شارك. تعالي ما في بيبي شارك يا اخي. سو خلاص الحمد لله وصلنا الى النهايه. اللحمه كلها بس باقي اخر كميه بتاعت صاج اخذت لناها اللحمه. تعالي تعالي ما في اي فات. تعالي معتذر يعني انا هسه حاليا قايمه اتجهز واتظبط واكشر عشان العيد يوم الثاني. ما في ايباد يا ماما ما بدي اديك ايباد. بس يقين خلوها يا جماعه خلوها بس خلوها هي خلاص ما نعست عشان كذا بتشكل معانا. هاي خلوها فبس هسه حاليا قايمه اجهز واتظبط واروق بعد طبعا اللحمه تخلص وخلاص وضيوفنا وصلوا الحمد لله عشان نقعد معاهم نتونس ونظبط الوضع. تعالي يا يقين تعالي انزلي يا توتا. طبعا يا جماعه دي اخر كميه شفتي يلا لا بس ما نشتغل من عدم نفس يعني احنا زهقانين وخلاص بدنا تخلص لكن ما نقدر يبي. طبعا يا جماعه دي اخر حته وعينه يا جماعه مويت طبعا خلاص روحنا حرقتنا خلاص دايرين نخلص. نعم يا ماما عشان نولع البخور ونمشي نغير بس خلاص بس كده يعني ليه ما انت خلاص يعني لكن احنا سايم مجرسين لا احنا سايم مجرسين والله احنا سايم مجرسين. وبس يعني هيا بنت هزوره هاك ولا هاك هزار هزار ولا اقول لك جيبي جيبي جدا حاضر جدا الان نخش كان نفسي اوريكم قشرة دي لكن الدنيا مو جوطة ما شاء الله. شو رأيكم؟ يلقى؟ رأيكم هنا هالهيدبان بتاعته؟ شيلها يا عمي بس يعني تعملين الجوطة ولونها؟
شاء الله اول مره يجيكم مريم بالشكل ده. عايزه تصوري معانا؟ حاضر طوال نتصور معك هنا. لاقين لك وين؟ الحمد لله اليوم تم. كان ظابط شديد، لما صراحه قاعد حلوه شديد. تقريبا ده احلى عيد لنا سوفار. الحمد لله ربنا، عشان ربنا دائما يجمعنا على خير ونكون مبسوطين وملهومين وسعيدين. صراحه كانت لمه حلوه شديد. العام كانت جوطه وانا احس حاليا حرفيا طافيه، يعني ما قاعده افتح عيوني كده، حاسه انه يبعد رجولي من تحت فيا وجعتني شديد. ما عارفه هو ما شاء الله طبعا احنا كنا ضابطين خروفين، فاللحمة كانت ما شاء الله كمية كبيرة شديد، وانا كنت ماسكة شيء الجمر يعني. كيف كانت باي ذا واي؟ ممتازة ممتازة الحمد لله. والصاج كلها حلوة الحمد لله. والان اكثر حاجة عجبتني لهم رقيقة طلعت يعني خرافية صراحة، عجبتني شديد يعني. والشطة عمر يعني صراحة انا حاجة مدارس حاجة علينا الشطة، بس لانه كانت حس ان شاء الله ما تكون كملت، لو كملت حاجة على الشديد لانه حقيقة الشطة رهيبة. انت عارف انا فجاه كده بتكلم، قلت لها ندى هي قاعده جنبي، قلت لها انا شبعتها لكن ما قادره اقف من الاكل، هذا حلو قلت لها، بدل الشطه بتخليك تاكل 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 تاكل. المهم كان يوم حلو شديد يعني الحمد لله. هسه حاليا ماشيين اخر زياره، ده تقريبا اخر زياره لنا في العيد صح، وترى عندنا زيارات ما صليت خلاص، بس خلاص كده 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 عيد الاهل انتهى، بعد حنبدا عيدنا الشخصي. انت قلت احد اديني عيدية يوم الخميس صح؟ ان شاء الله عيدية. وما اتفقنا لحد هسه حنعمل شنو، ما مشكلة نظبط الوضع. المهم ده كل اللي كنت حابة اقول لكم في فيديو، لا اتمنى انكم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، وان شاء الله العيد ده يكون مرة عليكم حلو، وما تزعلوا لو مثلا العيد ده مر عليكم وانتوا براكم او ما معاكم الناس اللي انتوا بتحبوهم او اهلكم وانتوا بعيدين منهم، عادي نحن عدت علينا اعياد كنا برانا اي، فالموضوع ما خطير. في عياد بتكونوا ملمومين فيها، في عياد بتكونوا فيها براكم، في عياد بتكون كركبه وجوطه، وفي عياد بتكون هاديه ورايقه. فاي كان شكل العيد اصنعوا انتوا الفرحه، لان الفرحه بتجي من جواكم انتوا. انتوا لو انتوا مبسوطين من جوا باقي الحاجات بتتمثل في ان انتوا تكونوا مبسوطين برضه يعني. فبس لحد ما نلاقيكم في فيديو جديد ونسة جديده وحاجات تانية اطيب، ابقوا طيبين وامشوا في الانستغرام البيت الرهيبه اللي مصقمين فيها انا ويقونا. حنزل لكم صور هناك في انستغرام، فمش تابعوني في انستغرام للناس اللي ما متابعيني عشان تشوفوا الصور. وبس مع السلامة، قول لهم باي يا مانا. مانا خلاص طبعا فصل. الشربوت كان كيف باي ذا واي؟ ما حلو جد؟ انا عجبني هضب، تعرف اني من قبيل حاسه بتخمه شديده. الخطير بتاع خالكم. المهم انا عجبني لانه انا كان بطني يعني حسيت بقى مكركبه، او حسيت بقى يعني بجد حسيت بالتخمه كده، بعدين فجاه لي لا ما اعرف المره دي ليه اكلتها يعني، لقيتني لي كثير واكلتها لي كانت كثيره بالمناسبه اي، لكن يعني لكن ما طعمت اللحمه وكانت حلوه. فالمهم يعني حسيت انه الشربات شويه خفف لي بطني، حسيت انه انا قادره اتعامل مع العالم. انا مفكر اني مش لي خالق. لا 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 لا